فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون بعد الإقامة كما هو بعد الأذان؟ لا أعرف هذا، المعروف أنه بعد الأذان، بعد الإقامة ما يمديك، ما يمديك لو بغيت، الإقامة ما بعدها إلا تكبيرة الإحرام، ولا ما أعرف أنه يقال بعد الإقامة، لكن المشروع أنك تقول مثل ما يقول المقيم تتابعه فقط. نعم.